نحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان. رح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقة مأكول. هانا كيفيك هدى؟ منيحة. اليوم يوم حلقتنا رستو مدلوقة وعنا مدلوقة بطريقة رقم 2 لأنه في أرقام مثل ما بيقولوا بغير طريقة يلي سويناها مبارح. أول شيء لرستو المدلوقة بدي لحمي نازلة عن ناعم دورين، ضروري تكون دورين، بيضة وحدة، ملح، بهار أبيض، برجوز طيب، وفينا نضيف لإلها فستق حلبي. منشيلها منلفها بورق زبدة بعدين ورق ألمنيوم، منحطها بصينية بالفرن أو منسلقها مع مواد عطرية أو بالفرن مع مواد عطرية تستوي. بعدين منشيلها نعمل الصوص لإلها، منضيف على الزيت اللي حطينه معها أو سمنة ملعقة ونص طحين، منحركهم ليصيروا شقر، منضيف شوية مي وبتكون الصلصة من شان الروستو. أما شو مقدم مع الروستو المدقوقة؟ أنا مقدم بطاطا بولونجير، بطاطا كيلو، بصل نص كيلو، شقفة زبدة. يتدبل البصل على النار، البطاطا بيتقطع إما بينقلى أو بينسلق، وبعدين منضيف لإله منصف بطاطا طبقة بالكعب، بالوسط بصل مدبل مع ملح وبهار أبيض، بعدين على الوجه بطاطا، شوية مي، شقفة زبدة إذا بدنا، ومنفوتها على الفرن لتتخمر مزبوط، ونقدم معها كوسة مسلوقة لتصير الأكلة كاملة. أما المدلوقة رقم 2 بدي لتر مي، 250 جرام سكر، حليب بودرة 200 جرام، كريمة سايلة نص كباية، ما زهر وما ورد من يمامة يمامة، ومنضيف لإلهم لوز للوش. وهلا اليوم المدلوقة بدي حمر أو حمص شوي أسميدي على النار بالزبدة لتعطيني لون للمدلوقة. يلا بدي بلش باللحمة. لا بلشي باللحمة، نفوتها على الفرن، وأنا بهالوقت يح دور الفرن. يعني شايف نحن هلا جبنا من عند اللحام دورين عن ناعم، دورين عن ناعم، ضروري تكون دورين عن ناعم. البطاطا نسلقها، منجيب طنجرة، اوكي رح نحط كمان لنقلي البصل. ايه شايف رح نحط مع البيضة، البيضة كاملة هون يا حي يا حي هون. ده مش عندك، انا انت شي وانا شي. اه يلا ملح وبهار ابيض وبرجوز زيت الطيب، بنحط شقفة زبدة هون، بنقطع البصل شرحات، بالوقت بكون حطيت مي على النار لاسلق البطاطا او بقليها بالزيت. القلي انا بيكون شوي اطيب، بس انا بحب السلق لنوفر شوي الدسامه فقط لا غير. اوكي هون حطينا اللحمه شاف، بيضه، ملح، بهار ابيض، برجوز طيب، ضروري برجوز طيب لانه في بيض. يلا خلص نوّس النار، رح ردها على نفس الصحن وبقسّر. رح بلش بالبصل وبفرمه شرحات له جوانح، ومناخد اتصال. ألو 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 الو بونجور. بونجور شيف. بونجورين. كيفك؟ منيح، انت كيفك؟ الحمد لله. معك مدام ملاعب. ايه كيفك مدام ملاعب؟ اشتقنا لك يا عمي. شو اخبارك؟ منيح، انتو كيفكم؟ الحمد لله ماشي الحال. كيفك منيح؟ ايه ميرسي ميرسي. منيحة؟ اكيد بوجودكم. تسلمي. شو بنساعدك مدام ملاعب؟ شيف لو سمحت عندي سؤالين.
يلا ما بيأثر، يكونوا ثلاثة كمان. تسلم الله يخليك. تسلمي. أول سؤال، أنا عندي لوز فقايتهم بدي فرزهم. لوز؟ لوز. نعم. أخضر فقايت بدي فرزه. نعم. كيف الطريقة لو سمحت؟ مثل ما هو. نعم. بتحطيهم بكيس، في الكياس اللي بتسكر وفي العادي. نعم. بدك تعمليهم على شكل طبقتين فقط، يعني على شكل الدفتر السميك. اوكي. بتفرزيهم، وقت اللي بدك يتاكلوا بتشيليهم دغري قبل نص ساعة. نعم. بتقصي الكيس، بتشيليهم من الكيس، حطيهم بصحن وبيطلعوا مزبوطين بعد نص ساعة. اوكي، شكرا لك. شف، بعد سؤال. نعم. في أكلة قديمة كتير، هي بيعملوها كانوا أهل الجبل. أكلة؟ اسمها لحمي بالخل. عندك فكرة شي عنه؟ ايه، لحم بالخل. ايه. نعم. تكرم عيونك. ايه لو سمحت بدي الطريقة. بتحب البصل منيح، هاي لحم بالخل. ايه بدها بصل، صحيح. مزبوط، تكرم عيونك. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. بخاطرك، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله تضلك على طول منور شاشة التلفزيون. تسلمي لبنين. تسلمي، وتحياتنا لكل أهل بيصور حبيبتي. تسلم. أهلا وسهلا فيكي. هي البصل. مندبله ليدبل معنا بسرعة، منضيف عليه الملح، شوية ملح، بصير يدبل معنا بسرعة. هون هالمواد العطرية بدي أقطعها شوي كبيرة لأستعملها مع الروستو. هون عندي جرات، هون عندي ضلع كرافس، جزرة مغسلة مثل ما هي، أقطعها بهالشكل وبستعملها اهم شيء للصوص كمان تطلع معي. هلا بدك تقولوا لي كيف اول تدخل للصوص، بيهمني الصوص تطلع معي طيبه نكهه. هلا البصل على النار، بدي احضر البطاطا. هالكوسة بعد شوي منسويها. السمير الموجودة بالبطاطا بشيلها. شف الماي للبطاطا. ايه. وبقطع البطاطا شرحات. هاي البولانجي. بيكونوا قد بعضهم. ومناخد اتصال. الو. بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. يعطيك العافية شيف انطوان. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا فيكي. خلي لنا اياك على اكلات الطيبين. اوه كيفك يا مدام عباس؟ الله يحفظك يا رب. رمضان كريم وينعاد عليك. عليكم رسالة لك. تسلمي. الله يديمك. بدي اعزبك لو سمحت، بدي شوربة الفطر الفريش اذا بتريد. تكرم عيوني. رسالة لك، في اسمعها هلا شيء او صعبة؟ لا هلا بعطيك اياها. ولا يلا انا على التلفزيون. ايه ما في، تكرمي. يلا باي. يلا حطي لنا شوية ملح هون. ايه اكيد. هاي البطاطا ما بيأثر لو كنت عم قطع هوديك، لانه بمرحلة غلي الماي ما بتأثر علينا، يعني فينا نسويها ويكونوا كلهم تقريبا مثل بعض. لو نتفة صغيرة هالمسمار اللي بيكون موجود بالقشرة ويكون نازل بحبة البطاطا منشيله، لأنه منظره غير مستحب بالنسبة لتحضير البطاطا يلي عم نسويها. هي بطاطا بولونجير من إلا. هون ما نعملها بلانشير شوي البطاطا شاف؟ ايه بدنا اياها 3 دقايق لتكمل نضجها بالفرن، وفي ناس بيقلوها قلي، نص قلي وبيستعملوها بس. وانا برجع بقول القلي هو اطيب. من بعد البلانشير قصدك؟ لا لا، ما بنعملها بلانشير ابدا. دغري. دغري بنقليها قلي وبنستعملها، بس هي اطيب بس ادسم هيك اخف. هي البصل عم يتلوح.
يتلوح يعني معناتها عم بيغير شوي من لونه ويتلوح للون الأشقر. أنا عارف مثلها هايدي لك كيف صار. وهيدي آخر مرحلة من وضع البطاطا بالماء. هلأ بدنا نبلش دغري بالروستو لأنه بدها وقت بالفرن. ومناخد اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية شاب أنطوان. الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيكي. مين معي؟ شاب أنطوان. نعم. اليوم طابين عليك أهل بيصور، مدام ملاعب وإسه مدام عريضة. يا أهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك، الله يعطيك العافية. هاي قد ما بيحبوني كريم. قد ما بيحبوني اهلي بيصور. اكيد اكيد. انت تحياتنا لكمان لابو غالب العريضي من بيصور. الله يسلمك، قربتنا. ايه ما في منه. يا اهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافيه ورمضان كريم. علينا وعليكم. ايه سيف انطوان، بدي اسالك سؤال اذا بتريد. نعم. المشمش حب بينكبس بمرافقين بالكمبوتشي؟ فيكي ليش لا؟ فيي يكبسه؟ فيك تكبسي تعمليه كومبوت مش كبيس. حب بدي مثل ما هو. مثل ما هو، ايه بيسوى. ايه بدي تعطيني المقادير وسبسكر التليفون لقدر 4 كيلو، قداي بدي سكر وقداي بدي ماي وشو طريقة نعمل المعروف. اوكي، 4 كيلو مشمش. نعم. بيتغسلوا مزبوط. ايوه. بينحط لترين ماي. نعم. 900 جرام سكر. نعم. كبشة قرنفل 3-4 حبات، قشرة حامض، ورقة غار. نعم. عرق رومارين إذا موجود. بتغليهم على النار شو 10 دقايق. نعم. بتجيبي المشمش بتسقطيهم بقلبهم. نعم. وبتحركيهم على نار هادية تقريبا حوالي 40-50 دقيقة. سيف انطوان بدي هني كبيس حبة مش مربى. مش مربى، هني بك تحركيهم على نار خفيفة كامل. ايه وبعود بعبيهم بالمرافقين. بيتعبوا مثل الكومبوت. نعم. شكرا كثير. تكرمي، اهلا وسهلا. الله يسلمك. تكرمي، اهلا وسهلا فيكي. هون رح بلش انا بتحضير الروستو المدقوقة. منضيف لها الفستق الحلبي اذا بنا شوي، اذا ما بنا ما منضيف. بزيادة. ومناخد اتصال جديد. الو. الو بونجور. الو بونجور شيف انطوان، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا لو سهلة. تعمل معروف البط، في شي طريقة معينة تطبخوه؟ ايه تقريبا. بتعرفي شي قديش صار عندكم البطة؟ كبيرة من جنينة عندي. ايه عمرها أكثر من 4 سنين. ايه لا عمرها شي سنتين وشوي. سنتين. طيب تكرم عيونك. هالروستو بنعملها بهالشكل. بلفها هيك بالورقة، جيب خشبة بهدي الورقة التحتانية وبشدها لتاخد تقريبا الشكل. بعدين بسكرها من هون، بلفها بهالطريقة بعكس بعضهم. هاي الطريقة من هون بين هون. برجع كمان بقية التاني. يلا البصل خلص. هلا بنخليهم يكون طلعت البطاطا لانه ما فينا نعمل. اوكي رح نطفي الغاز عنهم. ايه عن البصل. بنشدها كمان بهالشكل وبعكس بعضهم هيك. هلا
نرجع منجيب ورقة ألمنيوم وفينا دغري ورقة ألمنيوم، بس في ناس ما بتحب دغري ورقة الألمنيوم. ناخد اتصال. ألو شيف أنطوان بونجور. بونجورين. أنا عندي جاتو بيتي بدي أعمله بول، بس مش أو شوكولا، بول عادي. ما بدك فيه شوكولا؟ لا تزبط؟ تزبط. يلا قلي كيف؟ عندك شي مانع على المشروب؟ لا ابدا ولا مكسرات. أوكي. كمان بس ايديكي مزبوط او البسي كفوف. نعم. فرفتيهم للجاتو. جيبي شوية بسكوية عادي حطيهم فوقهم، حطيهم شوية مشروب الروم او نتفة ويسكي، بعدين دوبي نتفة زبدة حطيهم فوق منهم، ادعكيهم، بعدين بتعمليهم بول، كمان كسري شوية بسكوي لطيهم فيهم وحطيهم لنهار وبيطلع عندك أطيب بول. ما فينا نزيد لهم مكسرات؟ فيك تضيفي أي نوع من المكسرات، لوز مثلا؟ كل شيء. لوز ني أو لازم يتحمص؟ لا بدي يكون محمص ومطحون. أوكي. وأنا بتشكرك كتير شيف. بعد عندي سؤال. يلا. العكوب المنقى بيتفرز شيء؟ بيتفرز ليش لا، بس بتبهي لونه شوي بتغير. ما مننزله بالحامض؟ نعم مننزله بالحامض قبل ما نفرزه؟ لو فرقتي بالحامض كمان بده يتغير. طيب أنا بدي أتشكرك كتير. تكرم عيونك، تكرم عيونك. هاي الروستو منحط لها شوية زيت، حط معها المواد العطرية للصوص قلنا، يعني بتعطي نكهة معهم، ومنحطهم بالفرن. ومناخد اتصال. ألو ألو مرحبا. مرحبتين، على وسهلا فيكي. أنا بدي أحكي معك ولا مع الشيف؟ لا عم تحكي مع الشيف أنت. هلا أنت الشيف يعني؟ نعم نعم. شيف أنطوان؟ نعم هو بذاته. مرحبا شيف. مرحبتين، كيفي؟ كيفك شيف؟ منيح إن شاء الله. منيح، أنت كيفك؟ تسلمي. الله يسلمك شيف. نعم. بدي أسألك عن شيء، بدي أسألك عن القريدس. نعم. ليه بس نسلقه بيقشر ما بيضل معنا طري؟ بيشد القريدس على السلق. كيف القريدس بس نسلقه بيشد على السلق؟ قدي عم تحطي وقت على النار؟ قدي حجمه؟ ما بكتر عليه. نعم ما بسلقه كثير. ايه ما بده كتير هو. ايه لا ما بده كتير، بس لا مثلا اليوم عملته بضل يقرش. بضل يقرش؟ ما القريدس يعني معناتها مليح اذا بيقرش. يا الله. انت بدك اياه ما يقرش؟ بدي اياه يكون طري طري. اذا طري غلي 12 دقيقة 15 دقيقة بيطرى. ما بيقسى اكتر؟ نعم. ما بيقسى اكتر؟ ما بيسوى اكتر؟ فيكي طيب. تعملي بيوري للقريدس، تحطيه شو ساعة وتغليه بيمشي الحال. اي طيب. مطحون بيصير. بدي اشكر شوي الشيف. بتصيري بعدين تشربي ميتهم، مية القريدس، بتصيروا بيطلعوا طيبين معك، هيك بتحسي بخواص شرب القريدس. لأنه مشغول؟ نعم. الشيف. نعم. كثير مغير الصوت عن التلفزيون. لا هو ذاته الصوت، بس أنت عم تسمعي هيك لأنه بدك اياه كثير طري للقريدس. يلا مش الحال، بس بدي اشكره على الجزر الحلو اللي كان عامله وردي ايام ما كان عم يعمل مع البازيلا. نعم كتير كان يعني كل ذوق ذكرني انا بالزمن الجميل لما انا كنت اعمل نفس الشيء. ايه برافو عليكي، برافو. أيوة. الله يقويكي. ايه والله الله يقويكي وتضلك تعملي. يلا صفينا اياهم، منحط ماي على النار لنسلق الكوسة. ومناخد اتصال جديد. الو الو بونجور. الو شيف انطوان بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. سألتك هيديك ساعة عن البطة، البطة عمرها شي سنة ونص ووزنها 5 كيلو تقريبا. 5 كيلو، يلا احنا نعمل لك اياها بط مع الليمون. منيح مثل ما بدك، بدي اعرف شي طريقه تطبخها لان اول مره بطبخ بط.
يلا تكرم عينك. هاي البطة نعم بتجيبي ليمونة بردقين نعم قصيها بالنص نعم رشيها للبطة بالملح والبهار الأبيض نعم الليمون البردقين اللي قصيتيها نص فركيها فيها نعم وبتتركيها تقريبا حوالي نص ساعة نعم بعدين حطيها على بصينية نعم مع 4-5 ملاعق زيت أو 3 سمنة اي حطيها بالفرن لنص ساعة نص ساعة بعد النص ساعة طلعيها سقيها نعم وميلي الصينية هيك ليجي معنا الزوم سقيها بشو؟ بزيتاتها بزيتاتها أو بصينيتها ايه. نعم ايه اوكي وبالأخص هون ميلي صدرها نعم ترجعي عم جديد كمان ترجع بتدخليها على الفرن ربع ساعة نعم ترجع بتطلعيها تاني مرة وكمان نفس الشيء بزيتاتها بتسقيها نعم بتجيبي ثلاث جزرات ثلاث نعم. بصلات صغار ايه ضلع كرات نص ضلع نعم. كرافس ايه ضلوع بتشقفيهم وبتحطيهم حواليها نعم وبترجع كمان بتدخليها شو ربع ساعة نعم بتطلعيها بتكوني عاصرة تقريبا حوالي ثلاث كبايات ونص عصير ليمون نعم بردقين العادي نعم. او الشموطي هلا ايه منيح ايه ايه. وبعدين بتضيف عليهم كبايه ونص مي كبايه ونص مي ايه. وضيفيهم كلهم سوا على الصينيه نعم غطي البطه ايه. بورقه زبده وبعدين بورق الومنيوم نعم وتركيها بالفرن تقريبا حوالي ساعتين ونص غير الوقت الاولاني تستوي طيب بعدين بتكون استوت بعدين بدك تسويها عرز او خضره عخضرة بتسلقي كوسة بتسلقي على النبيض بتسلقي بروكلي بتسلقي شوية لوبي وكله مع شوية زبدة شوية جزر بعدين حطيهم زبدة ملح بهار أبيض أكيد الصوص يلي بتضل عندك حطي شقفة زبدة على النار شوية طحين نعم حركيهم ليصير لونهم أشقر نعم بعدين بصير تضيفي شوي شوي عليهم الزوم البطة الموجود بعده عندك نعم وبيطلع عندك الصوص بتجيبي الليمون اللي عصرتيه بتشيل القشر عنه وبكون مغسل ايه؟ تفرميه مثل عود الكبريت وي تنزليه بالماء دقيقتين نعم بتحطيهم فوق الصوص وبتسكبيهم صوص لإلها ميرسي شيف أنطوان تكرم عيونك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يلا باي هلا بدنا نساوي البطاطا بولونجير هون نزل البطاطا بلش حط بالكعب طبقات من البطاطا وبحاول نقي المكسرين او راس البطاطا وكعبها ليكونوا بالكعب ليكون المنظر عندي حلو عم بعرف كتير بمعنى الصغار ولا الكبار الصغار بدي احطهم هون والكبار بدي احطهم على الوجه المنيح وإن كلهم بطاطا بالنتيجة سقط الكوسة بحط ماي كمان للبطاطا بوعي على النار لتكون سخنة لبس ضيفها دغري تضلها تغلي صاروا كلهم مليح عم بجنب هلا منجيب البصل منحطه فوق منهم بفليشون على الكل رشي ملح وبهار أبيض بلش صفصف بهالطريقة وحدة فوق وحدة مش مثل أول طبقة تعملهم ديكوراسيون ايه بيطلعوا حلوين
أنا بحط لك إياه. وبناخذ اتصال. ألو. ألو شيف أنطوان. نعم يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي. طيب اللي عم تعملها. تسلم، هاي من معزتك. عندي سؤال عن التوت الأبيض، هيدا اللي بيقولوا له الهزاز، هيدا التوت الطويل هلا بلشتوها. شو هو؟ ما سمعت مزبوط. توت. توت. توت نعم. التوت الأبيض. الهزاز بيقولوا له. إيه الهزاز، إيه. نعم. هيدا بينحط بالفريزر؟ لا. فيك تعمله بالفريزر للشراب بس. طيب قديش في الواحد يحافظ عليه بالبراد مثلا؟ شو الطريقة؟ اكثر شيء بيهدي شو 6 أيام 7 أيام، بتحطه بكيس ورق نظيف، تبخش الكيس 4-5 بخويش صغار، ترجع بتحطه بكيس نايلون وبجارور البراد، بيهدوا تقريبا حوالي يعني ماكسيموم 6-7 أيام مش اكثر. هلا للعصير انتبه، اذا بدك تستعمله للبوزة او للعصير او لاي شيء تاني بيمشي، بس لنرجع ناكله توت لا، بس تحطه بالفريزر. طيب اذا عملني حطيني بكيس سحبنا الهواء منهم فاكيوم، ما بيضاين اكثر شوي؟ شوي صغيره مش اكثر. طيب شكرا، ممنون بخاطرك. اهلا وسهلا فيك. ممنون. بحط عليهم المي او مرقه، مرقه دجاج او مرقه عظام او مي، وبحطهم بقلب الفرن. مصر نحطهم بقلب الفرن، رح توقفوا عم حتى علنية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان، رح نبلش بالمدلوقة بالطريقة التانية. أول شيء الحليب وماي، تين الماي، منحط لتر من الماي، منحط معهم 200 جرام حليب بودر، 200. نرجع منضيف على النار السميد مع شقفة زبدة زبدة. امبارح اذا ملاحظين ما حطينا زبدة معه، واليوم بنحط كريمة، يعني بطريقة أن كذا طريقة، في 11 طريقة للمدلوقة. المهم أنه نطلعوا طيبين كأي طريقة بتختاروها، المهم تطلع طيبة. فينا نحط محل الزبدة سمنة كمان تطلع منيحة. منضيف عليها طحين السميد الناعم، السميد العادي يعني، وبحركها مع الزبدة. بدي خلي السميد يغير لونه، وبصير حركهم بهالشكل. منذكر انه هالبرنامج هو برعاية يا ماما من ماء وارد مزاهر، رب البندورة، رب الهريس، وجرانادين، ودبس الرمان، والطحين، وأصناف كتير متعددة من المواد الغذائية. والجلاب. ايه معك حق، وقمر الدين. لاحظين عم تبلش تتغير معي لون السميد هون. هون الحليب بنشيل الشريط، نحط محله كبشي، بنصير ننزل منه فوقه، ومنضيف بعد ومنضيف السكر قبل، اعطيني السكر. ايه بس توصل بهالمرحلة حمت معنا السميدي، بننزل عليها السكر. السكر 250 جرام نزليهم.
نرجع منقوي شوي النار لأنه بس نضيف السكر بيبرد المزيج. بهالوقت جيب المقلاية قلي اللوزات تعمل اللي معروف. نحرك الحليب عم يغلي بده يغلي وحليب مكثف عادة اللتر تبو بنحط له 150 جرام حليب بودرة. هون شو حطينا؟ حطينا 200 جرام للتر يعني كثفت شوي الحليب وحليب اللي بدي استعمله كامل الدسم. هلا فينا نسويه من قليل الدسم بس بتخف الطعمة. تقريبا هالحليبات اللي حطيناها هون بالكباية بيطلعوا كباية وثلاث ارباع. اوكي هون وقتها يحمي الزيت بنحط اللوز وبتهيئ المصفاية مثل ما بنعمل عادة. هون عم ببلش السكر يعطيني الكراميل يلي هو بده يعطيني نكهة غير النكهة الأولانية من شان المدلوق. من شان هيك عم نقول عدة نكهات عدة طعمات عدة طرق بطريقة المدلوقة أو بنسميها البعض بيسموها ليالي لبنان. بدها شوية تحريك ما بدناش نيأس يعني ما في شي بيجي على الهينة وكل طريقة بس نحن مريحين راسنا. الروستو بفرن والبطاطا بولونجير بفرن تاني. كل دلقة بتتعب يعني كل مدلوقة بتتعب شوية. ايه بدك أمر شوية عنك. لا ماشي الحال يعني تعي حركي. ونحن عم نحركها للمدلوقة بنشوف المقادير. روستو مدقوقة مع البطاطا بولونجير وخضرة وأي نوع من الخضرة مش ضروري كوسة. إذا واحد ما لقى كوسة لا الشيف أنطوان الكوسة أي نوع من الخضرة فينا نستعملها مع المهم تكون الأكلة كاملة الغذاء. وعم نعمل المدلوقة وهلأ عم نساوي اللوز. نتوقف منشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. هون عندي اللوز حاطت فيه قليل زيت. أنا في استعملوا هالزيتات بغير مرة بغير تحضيرات وسأل لون اللوز عندي مثل ما أنا بدي يعني ما بيسوى يكون اللوز كمان كتير أشقر بده يكون اللون الحلو المناسب يلي نحن بنيه. شو هلأ هون
أنا بقول بقى بدها دقيقة. بدها دقيقة هيتي عنك لكن بدها دقيقة لأنه بي يعني. حرارة الفرن النار هي اللي بتخلي عم نحرك المدلوقة هي اللون المطلوب تقريبا بدنا اياه بعد شوي صغيره والسكر اللي هو ما عم بيعطيها طعمه الكراميل المطلوبه لإلها يعني الحلاوه المطلوبه. صفي لنا الكوسه او نخفف المي عليهم خلص شيل المي وخلص خليهم سخنين ننقلها على نار اخف ومنبلش نضيف عليها نبلش نضيف الحليب شوي شوي نزل يطلع هبلي قوي لانه حامي منيح السميد والسكر هذا المطلوب وهي المطلوب هيك بدها تفقفق بتخلوا ايدكم شوي بعيده ومسكه الملعقه الخشب طويله منشان الهب ما ياثر على ايديكم حليب غالي وسميد حامي وسكر حامي بس شوي لحظة بدي ناعم شوي يلا حطي خلاص عم بجيني هلا يلا خلص خليه يغلو اعطيني مظاهر وموارد يا ماما انا رح احط 2 مظاهر كافيين موارد يا ماما هلا بتشد شوي هي منضيف لها تبو الكريمه سايله هاي امبارح ما حطينا كريمة ايه امبارح عملنا قشطة وما حطينا زبدة خليها شوي لتغلي اوكي خليها تغلي شوي نجيب جات هلا هالروستو يلي هي عندي بالفرن استوت بدي جيبها نتفة صغيرة واسكبيها هاي الملعقة حطي لي اياها هون هيدا لك الجاتشة ولا جيبي واحد مثل السكب عندك ما بيأثر مثله نشيل عنا الورق شاف هلا هون للسكب ايه لانك للسكب خلص يلا سكبيها نقطعها بهالشكل ونحطها بالطبق برافو هزي يا هزي
احملي لي الفوطه، احملي لي هاي، حطي ليها على النار، دوري النار عمل معروف، وحطي لي ملعقه ونص طحين عليها لنبلش الصوص. برافو. هاي المدلوقه بطريقه تانية. وهي اللحمة تبع الروستو أكيد برجع بقلكن أنا بدأ شوي بعد أكتر وقت، لاي إنه نحن الوقت معنا ما معنا وقت كتير لإلها، بس هي بتتساوى. هاي هي طريقتها، بنحطها. شافون حطينا الطحين. برافو. منحرك الطحين، هاي الصوص، منحرك الطحين ليصير لون الطحين أشعر على النار. ضروري الطحين يصير أشعر. هاو الكوسة بسكبهم بملقط، وفي حط معهم نتفة زبدي، وفي بلا زبدي، كل شخص حسب ما هو. والبطاطا بنقدمها على حدة. انتبهوا، مش المهم الإنسان يكون غني وبقول انا بل عني غني بدي على طول اكل لحم وضل اكل قريدس واكل انواع. بدنا خضار معه، شي شغلاتك بدنا بطاطا معه، بدنا بطاطا كمان انواع الخضار بس فيها مواد نشويه. يعني على طول بدي يكون الاكل منوع لنحصل على اكله كامله الغذاء، بنسميها كامله الغذاء، لتعطينا الشيء المطلوب يلي بيكون لإلها. هاي المدلوقة بنرجع بنقول طريقة تانية مش مبينة فيها أبدا لا الكريمة ولا الزبدة. هون الطحين للصوص عم بيغير لونه. هالبرنامج هو برعاية يا ماما، يا ماما، جميع كتير من المواد الغذائية المتوفرة بالسوبر ماركات وبالمحلات التجارية تحمل هالماركة التجارية يا ماما. الطحين عم بيصير لونه تقريبا مقبول. هلا بدنا نصفي الصوص. يلا حطي مي، كان في شوي المي، هاو المي بالزيت على القد، حطيهم. ايه لا لا حطيهم كلهم كلهم. هاي الماي حطي ما تخافي، خلص خلص. منحركن، من أول نار نرجع. البصل والجزر والكرات والكرفس خواصه صاروا موجودين بقلبه. لأنه ضفنا لها ماي، هي الروستو فيها ماي بس ما طالع منها شيء لبرا، منضف لها قليل من الملح والبهار الأبيض على قد الصوص، ونتفة صغيرة من برج جوزة الطيب لوقت المنضيفها على اللحمة تعطيها نكهة كتير مميزة. هاي خلص، هاي إذا صارت معكم بتنشفوها، منحطها بتنشفوها بالشمس 3 ايام ترجعوا فيكم تستعملوها، بتصير يعني. قليل الملعقة خليها تغلي مزبوط. هاي اللون المطلوب للروستو، هيك بده يكون لونها، ولا بتشوفوا التختير تبع الصوص.
شايف هلا هون بينحط لها شوية تنبيد إذا واحد إذا بده إيه هون بتمشي بتمشي بس للناس يلي عندها مانع أوكي أوكي بس إنه تكنيك تكنيك يلا أعطيني هاي بصفي الصوص أعطيني كبشة صغيرة منضيف شوية صوص منا على الروستو منقدمها مع كل شخص بحط قد ما بده مرسي شيف الألوان متناسقة اليوم بالبلايات بابا أنا في عنا بطاطا بعد بالفرن يلا هاي البطاطا بولونجير يلي بتتقدم معها منشيلها من الفرن سخنة منقدمها معها والصوص هي بتكون إضافي ميرسي ست هدى على معاونتك على الأطباق الطيبة الحلوة منحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان منشوفكم بحلقات جديدة ومنقلكم هاي كيف بتكون الصوص يسألوني كيف بدون الصوص هاي الصوص بنسويها للروست وباي باي